بهالسنوات الأخيرة صار في كتير طلب وفي كتير دعاية عن موضوع الهوليود سمايل أو الابتسامة النجوم اللي بسموهم بالعربية ودرجة كتير طبعا، فصار مثل شبه موضة تقريبا الحكي عن هالموضوع. فأنا حابب شوي أقدم معلومات لموقع فوشي عن هالموضوع بحيث أنه يعرفوا العالم بشكل عام شو هي ابتسامة هوليود أو شو هي ابتسامة النجوم. طبعا أول شيء أنا حابب أحكي أنه ابتسامة هوليود هذا مصطلح العالم شافوا أنه في ابتسامات جميلة جدا عم تطلع بالتلفزيون، شكل الممثل أو الممثل عم يتغير خلال فترة وجيزة جدا، فبيلاقوا أنه خلال أسبوع أو أسبوعين عم تتعدل بشكل يعني من تصوير لتصوير عم تتعدل. طب كيف هذا الموضوع بيتم؟ في شغلات كتير بتتم، أولا تبييض الأسنان، ثانيا الفينيرز، ثالثا تقويم الأسنان. طيب أنا بدي أحكي بشرح بشكل موجز جدا عن كل واحدة من هذول. تبييض الأسنان هو عبارة عن الأسنان ما بنلمسها نهائيا، بنحط عليها مادة، هالمادة بتتغلغل داخل بنية السن، بتطالع منها الصبيغات أو الصبغات أو الجزيئات الصباغية الموجودة فيها، وبالتالي يتم التبييض بشكل جيد غالبا. وهذا التبييض بيستمر بين سنتين وخمس سنوات غالب الأحوال إذا المريض التزم بالتعليمات. نحكي عن الموضوع الثاني اللي هو الفينيرز. الفينيرز هو عبارة أنه طبعا كمان في أنواع للفينيرز، أحد أنواعها أو أشهر أنواعها أو أجمل أنواعها أنه نبرد طبقة خفيفة من السن من الطبقة الخارجية، وبعدين ناخذ مقاس ونوديه على المعمل أو ناخذ مقاس بالكاميرا ونساويه داخل العيادة. طبعا الكاميرا هي 3 دايمنشن والجهاز اسمه سيريك. بالنسبة للي بيصير بالمعمل بياخد تقريبا أسبوع، بعدين بتجي رقائق صغيرة اللي هي نحن نسميها الفينيرز، أو بالعمي ممكن نسموها العدسات اللاصقة للأسنان حسب الشعوب طبعا حسب المجتمعات. بعدين نقوم بإلصاقها. هذا الموضوع بيعطي شكل جمالي رائع، بس شو مشكلته؟ مشكلته إنه إذا كانت الأسنان سليمة فنحن عم نضحي بقسم من السن تقريبا سماكة 1 ملليمتر. مشان هيك اجوا العالم هلا اخترعوا شيء اسمه اللامينيرز او ما الى هنالك. هي عباره عن رقائق صغيره جدا جدا، عدسات صغيره او فينيرز كثير رقيقه بدون برد الاسنان. بالنهايه نتيجتها مو كثير حلوه لانه الحالات المستطب فيها العمل كثير قليله، لانه الاسنان لازم تكون شوي متراجعه لورا. اذا ما كانت متراجعه لورا شوي راح تبرز، هي احد مشاكلها. طيب هلا بنجي للموضوع الاخير اللي هو بيساوي لنا ابتسامه جميله اللي هو التقويم، وهو من اسلم الطرق، بس مشكلته انه بياخذ وقت طويل بين 6 أشهر وسنتين حسب الحاله. اهم نصيحه انا بوجهها لاي شخص او بده يقدم على موضوع التجميل، هذا تجميل الاسنان الاماميه او تجميل الاسنان بشكل عام، انه يكون على درايه على الاقل بالحد الادنى عن هالموضوع. يعني قبل ما يروح على العيادات يسال عن الموضوع، وصار الموضوع متاح بالانترنت يبحث بمواقع التواصل بشكل عام، يشوف كم يوتيوب عن الموضوع ويروح على الدكتور. وبده يكون بذهنه انه اذا ما كان بحاجه ملحه لانه يغير اسنانه بيوم واحد او يومين او اسبوع، يفضل لا يعمل هالموضوع اذا كانت اسنانه سليمه، لا يبرد اسنانه نهائيا اذا كان بالمستطاع.